عاطف قطه في اليمين ينتظر كره مصطفى سعد الى مصطفى زيكو. محاوله ضرب التكتل الدفاعي من فريق الداخليه، تعود مرة ثانية من على حدود منطقة الجزاء إلى وسط الملعب، ترتد في الجهة اليمنى، تقترب من العبور، كرة عند أحمد عطو في قطة، التمرير إلى شادي، ممكن يصوب، ملعوبة لزيكو، قد ينهي الشوط الأول بتقدم، الله! قد ينهي بالتقدم، محدش هيجيبها بالساهل، مش ممكن. محدش هيجيبها بالساهل، والكرة تستاهل أن تسكن الشباك على مجهود رائع ومجهود مستمر ومتواصل. مرمى الزنفلي مع آخر لحظات الوقت البدل ضاع، كرة من جهة اليمين أحمد سعد عبد النبي، نتابع في الإعادة، مر من إيهاب سمير، مرر إلى شادي، محاولة الاختراق رائع بشكل مميز، هيئها إلى زيكو، تيات بعد ذلك إلى شادي، أسكنها في المرمى، هنا تتهادى، هنا تتمادى، سكنت في الركن البعيد الهادي لمرمى الزنفلي، وحارس مرمى الداخلية عليه أن يعيد الكرة من داخل الشباك. كرة صعبة، كرة من مسافة قريبة، اختراق واضح وصريح، والكرة داخل المرمى تسكن وتعلن عن الجواب الصحيح بأن زد اف سي عليه أن ينهي الشوط الأول متقدم ويستحق ذلك. شادي وقع على ثاني أهدافه بعد أن سجل في مرمى بلدية.